هذا وبدأ زوار مملكة البحرين بالتوافد لحضور سباق الفورمولا 1 لحضور الجولة الثانية في حلبة البحرين الدولية، ما ساهم في رفع نسبة إشغال الفنادق إلى أكثر من 90%، ومن المؤمل أن تصل إلى 100% مع انطلاق السباق. تبعات إيجابية وعوائد بالجملة. أخذ سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 على نفسه جلبها مع كل نسخة تعلن عن قرب انطلاقها، خصوصا وإن كافة المرافق السياحية على استعداد تام لاستقبال الحدث السنوي من خلال مجموعة البرامج الترفيهية التي ستقام في مختلف الأماكن بالمملكة. في أثناء سباق الفورمولا 1 هناك حركة قوية ومتينة في النشاط الاقتصادي من خلال زيادة في نسبة أشغال الفنادق، بعضها يوصل 100%، فنادق الخمس نجوم دائما تشوف تتعدى 90%. أيضا نرى الحركة من ناحية المواصلات وسيارات الأجرة وأيضا المقاهي والمطاعم، هناك حركة قوية دائما نراها في الفورمولا 1. وأيضا إقامة هذا المهرجان في سوق المنام القديم ينشط جميع المحلات التجارية والمقاهي الموجودة. سباق الفورمولا 1 استطاع على مدار 14 عاما وضع نفسه على خارطة البرامج السياحية الترفيهية ذات العوائد المجزية، حيث تصل نسبة الإشغال في القطاع الفندقي إلى 90% لترتفع إلى 100% مع انطلاقة السباق. الإشغال في الفندق لحد الآن واصل 95%، ونتوقع إن شاء الله على مدى يوم الريس يكون 100%. وبعض الفنادق عندها حاليا حققت 100% في الإشغال، طبعا هذا على حسب وين يكون الفندق من موقع الحدث. طبعا مردود الفورمولا 1 في اقتصاد البحرين مردود كبير، واحنا من ضمنها نرصدها في الميزانية السنوية. في هذا الشهر نكون عندنا مدخول جيد للفورمولا 1. ومع بدء العد التنازلي لانطلاق السباق، باتت مختلف جهات المملكة على أهبة الاستعداد لاستقبال زوار المملكة من مختلف أنحاء العالم من محبي وعشاق رياضة السيارات. سويعات قليلة تفصلنا عن انطلاقة سباق الفورمولا 1 الليلي، والذي يعد من أكثر المواسم إشغالا للقطاع الفندقي وكافة المرافق السياحية في المملكة، لأن سباقنا هو الأكثر شعبية. بلغت نسبة إشغال الفنادق إلى ما يقارب 90%. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.